امتحن العمل، الشغل بقى اللي بنشتغله، كل العمل أو الخدمة يعني. يا ترى عملك صح؟ يا ترى اللي بتشتغل وياهم صح؟ يا ترى عملك له هدف حلو بتساهم فيه؟ يا ترى العمل اللي بتعمله بيبني، بيساهم في حركة المجتمع، بيساهم خدمتك، بتساهم في خدمة الكنيسة؟ لاحظ ان كل مبنى ضخم بيبتدي بطوبة، عمل صغير. واذا ما كانش الانسان يفتخر بعمله يبقى مش قادر يفهم ولا يجد فائدة من هذا العمل. في واحد بيشتغل، متأسف التعبير، كأنه مضروب ومخصوب على هذا العمل، وفي واحد بيشتغل العمل بأريحية، بفرحة، بانبساط، بيعمل عمل مهما كان العمل صغير، مهما كان صغير جدا، إلا أنه عمل في وسط المجتمع. عشان كده العمل بتاعك هل تقدسه؟ بلاش كلمة تقدسه، هل تحترمه؟ هل تقدره؟ مهما يكون العمل ده، في أعمال مثلا بناس بتخدم المواطنين، ناس في مكاتب بتخدم المواطنين، هل بتقوم بعملك بأمانة؟ هل في الخدمة العمل، ممكن خادم في مكان خدمة صغيرة جدا، أو في قرية صغيرة، أو في كنيسة صغيرة، أو في منطقة بعيدة، هل عملك أنت أمين فيه؟ هل تؤديه كما يجب؟ ولا منظرة؟ ولا من برة وبس؟ الإنسان في عمله يحتاج الأمانة، يحتاج طول الأناة، وكأنك بعملك تتاجر بوزنات، بخدمتك بتتاجر بوزنات، وزن عطاها لك المسيح عشان تقدر تتاجر بيه. يا ترى بتمتحن عملك؟ اوعى تستصغر اي عمل بتعمله مهما يكون، له فائده، له فائده. او تقول يا ايه يعني العمل ده، ما كل الناس بتعمله. شيوع الامر لا يقلل قيمته، وفي العمل يجب الا تقبل حراما، في العمل لا تقبل اي حرام، اي حاجه غلط في العمل بتاعك منك انت. لازم يكون سلوكك ونقاوتك واضحة. امتحن عملك في كل هذا، واسأل نفسك باستمرار، يا ترى عملي ده بيرضي ربنا؟ يا ترى الله بيفرح بهذا العمل؟ هذا من ناحية الأعمال.